واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين. وسيد عايز اسالك، هو الترجي زمان في 2012 كان اصعب ولا دلوقتي من وجهه نظرك؟ طبعا يعني هو كل جيل مختلف عن الجيل طبعا، لكن زي ما بقول لك هو النادي برضو، النادي كاسم نادي اكيد بيمثل، بيجيب لعيبه تليق باسم النادي. فالترجي هيفضل هو الترجي، الاهلي هيفضل هو الاهلي، تمام، لكن مع اختلاف الاجيال. لكن لو هتقول لي مثلا مقارنه بين اللعيبه دي واللعيبه الجيل اللي فات بالنسبه للترجي، يعني ممكن يكون كان اعلى مجموعه، كان عاليين شويه. كان في مجموعه اكبر في المنتخب التونسي بالظبط كده، موجودين في 2012. يمكن هو ده الفرق، لكن هيفضل طبعا الترجي بلعيبته، هو النادي الترجي يعني. الترجي احد اهم وافضل الفرق في افريقيا، العلاقه مميزه. طبعا بالزبط. كان بيحصل بعض المناوشات، ولكن ده طبيعي، ده وارد في الكلام اللي انت وارد في الكوره، وارد في الكوره ان يحصل شغب، لكن احنا شايفين هو مش شغب بالمعنى كلمه شغب، ولكن هو يعني مناوشات. لكن انا شايف ان الاستقبال النادي الاهلي كابتن محمد الخطيب طبعا هناك، فدي حاجه كويسه جدا، ده برضه تحسب لهم وتحسب لتونس يعني، وبالاخص للنادي الترجي. فده بيوصل لك ان الدنيا اتغيرت، الامور اتغيرت، كل حاجه والكل اتغيرت. اعتقد ان النادي الاهلي سيقابل بالظبط الفريق الضيف فريق الترجي باحسن مقابله ان شاء الله. اكيد اكيد، احنا الاهلي يعني مش اي كلام وخلاص، فعلا الاهلي بيرحب باي فريق هنا وبيستقبله بشكل كويس. الرياضه منافسه كابتن، منافسه كابتن اسلام، مهما كان الهدف بتاعنا، لكن في الاول في الاخر دي كوره. فالاهلي متعود ان هو تفضل العلاقات الطيبه، وبصراحه شابوه يعني للنادي الترجي الاستقبال العظيم اللي هم قدموه للنادي الاهلي، وان شاء الله يترد ان شاء الله لما يجوا ان شاء الله.